هذا البني. واو، فأنا أبي الأبيض، راح أختار سايزي 36 وحطه بسلة المشتريات. الحين بنشوف الباسكت الأشياء اللي اخترتهم توتال 197 و 800 فلس. طبعا هني قبل الدفع راح أحط كود خصمي فاطمة 1. شوفوا بعد الخصم كم راح يصير، واو 135 و 900 بعد الخصم، ايش كثر خصم لي كود خصمي، تخيلوا بنات وشباب. فعلى يعني كثر ما تطلبون زيادة يخصم لكم أكثر. وهني عندكم طريقة الدفع، عندكم عند استلام PayPal فيزا وعندكم ماستر، فتختارون طريقة اللي تبونها وتدفعون. وعليكم بالعافية، ولا تنسون كود الخصم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.